ازيك عامل ايه؟ يا رب تكون دايما بخير. اهلا بيك في الحلقه الثانيه من الموسم الثاني من كورس تعلم الانجليزيه من الصفر مع احمد حسن. في حلقه النهارده هنتعلم ازاي نتكلم عن الطقس وازاي نوصف حاله الطقس بالانجليزي وازاي لو حد سالنا عن الطقس نرد عليه بالانجليزي. انا اسمي احمد حسن وانت بتتفرج على كورس تعلم الانجليزيه من الصفر الموسم الثاني على Learn Different Academy. في البدايه كده لو عايز تتفرج على الموسم الاول تقدر ترجع له من قائمه التشغيل اللي موجوده على قناه اليوتيوب. ما تنساش في البدايه تعمل لايك وتشترك في القناه علشان تدعمنا وتتفرج على كل الفيديوهات الجديده. لو عايز تسال حد عن الطقس وعايز تساله هو الجو عامل ايه النهارده هتقول له هاوز ذا ويذر توداي. هاوز مينز هاو از، يعني هاو از ذا ويذر توداي. بس عشان نبان ان كلامنا طبيعي اكتر هنقول هاوز ذا ويذر توداي. هاوز ذا ويذر توداي. فانت لو عايز تجاوب على السؤال ده ممكن تستخدم مجموعه من الكلمات، ومنها كلمه ويندي يعني في رياح شديده، وممكن تستخدم كلمه سنوي يعني في تلج في الجو. طبعا مش عندنا في مصر، بيبقى في اماكن تانية زي كندا واستراليا والبلاد دي بيبقى الجو فيها في تلج في الجو. ممكن تقول اتس كلاودي يعني في سحب كتيره وفي غيوم كتيره في الجو. ممكن تقول اتس ساني يعني مشمس، وده ما وصلش لدرجه ان هو يبقى حر، لكن الجو فيه شمس لطيفه حلوه وفي نفس الوقت مديه نسمه جميله من الهواء. وطبعا لو في امطار شديده جدا هتقول اتس ريني. دي معظم الكلمات اللي انت ممكن تستخدمها في المستوى ده، فما تحاولش تستخدم كلمات اكتر من كده. الكلمات دي هتكون كافيه جدا علشان المستوى اللي انت فيه حاليا. في الفترات اللي بعد كده ان شاء الله هناخد كلمات متقدمه عشان تناسب المستوى المتقدم اللي انت تبقى وصلت له بعد ما تخلص المستوى ده ان شاء الله. بفكرك تاني انك تتفرج على الموسم الاول علشان خاطر تبقى متابع كل حاجه وتبقى اي حاجه ناقصاك مكملها قبل ما توصل للموسم ده. ولو عايز تاخد كورس انجليش اونلاين تقدر تشترك في الكورسات الاونلاين بتاعتنا دلوقتي. ابعت لنا رساله او سيب لنا تعليق واكتب فيه رقم الواتساب بتاعك وهنتواصل معاك. ده كان الجزء الاولاني الخاص ب هاوز ذا ويذر توداي، انك تسال حد تقول له هو الطقس عامل ايه النهارده. اما بقى لو عايز تساله عن درجه الحراره تساله ازاي؟ هتساله وتقول له واتس، اللي هي وات از، واتس ذا تمبرتشر. واتس ذا تمبرتشر، واتس ذا تمبرتشر معناها هي درجه الحراره كام النهارده. فانت هتستخدم الارقام اللي انت عارفها وهتقول اتس اباوت وبعدين الرقم او درجه الحراره وبعدين تحط كلمه ديجريز. يبقى تقول مثلا لو هي درجه الحراره 26، طبعا ده مستحيل، هتقول اتس اباوت 26 ديجريز، يعني درجه الحراره حوالي 26 درجه مئويه. وممكن تستخدم حاجه اكتر وتقول اتس كولد، اتس نايس، اتس ويندي. ممكن تضيف اي حاجه من الحاجات دي علشان تكمل هي درجه حراره 26 دي يعني الجو عامل ازاي. فبتستخدم الكلمه اللي بعد كده او الوصف اللي بعد كده عشان توصف درجه الحراره عامله ازاي او حاله الجو عامله ازاي في درجه الحراره اللي انت قلتها دي. ونيجي بقى للنقطه اللي بعد كده، لو انت حابب تسال حد اذا كان بيحب الطقس ده ولا لا، وعلشان تسال السؤال ده هتقول له do you like this weather، do you like this weather، do اللي هي do you like this weather، يعني انت عاجبك الطقس ده ولا لا. فلو الطقس عاجبك هتقول yeah I do، اما لو مش عاجبك هتقول no I don't like it. طب لو انت في بلد غريبه وتتكلم مع حد من اهل البلد دي وهو بيسالك الطقس عاجبك او الجو عاجبك ولا لا، فهيقول لك do you like the weather here، do you like the weather here، هو انت الطقس عاجبك عندنا ولا مش عاجبك؟ فانت برضو هتجاوب yes او no. طيب لو هو عايز يسالك ويقول لك الجو عامل ايه في بلدك الاصليه، البلد اللي انت جاي منها اللي هي اصلا بلدك الاصليه، هيقول لك ايه؟ How's the weather in your native country؟ How's the weather in your native country؟ هو الجو عامل ايه في بلدك الاصليه، بلدك الام اللي انت جاي منها؟ فهتقول له مثلا in Egypt، لو انت من مصر هتقول له in Egypt it's cold in the winter and it's very hot in the summer. بنفس الطريقه هتوصف الوصف بتاع الجو في بلدك ايا كانت البلد دي. هنزود في الموسم ده فقره جديده وهي فقره الفريزل فيرب. فريزل فيرب هو عباره عن فعل عادي او فيرب عادي وتحط معاه بريبوزيشن او حرف جر وادوا معنى مختلف عن الفعل الاساسي او عن معنى الفعل الاساسي. والفريزل فيرب اللي معانا النهارده هو grow up. فلما اقول لك where did you grow up معناها انت تربيت وترعرعت فين، وعشان تجاوب على السؤال ده هتقول لي I grew up in Egypt. I grew up in Saudi Arabia. I grew up in Mexico. I grew up in Canada. وهكذا. وفي فقرة جديدة برضو هننهي بيها كل الحلقات بتاعتنا وهي فقرة الكووت.
والكوت ده معناه هو مقولة أو عبرة بناخدها من شخص مشهور أو شخص مش مشهور، بس ممكن تفيدك في حياتك بشكل أو بآخر. والكوت بتاع النهارده بيقول The greatest glory in living lies not in never falling but it's how you stand up every time you fall. والكوت ده معناه ان اعظم حاجة في حياتك مش انك انت ما تقعش وما تفشلش، لكن اعظم حاجة في حياتك هي انك انت دايما تقف، دايما to rise again، انك انت تقوم مرة تانية في كل مرة تقع فيها عشان تكمل كل خطوات بناء حلمك وتسعى للهدف اللي انت عايز توصله. وبكده اكون خلص حلقة النهاردة، اتمنى تكون استفدت منها. ومنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان تشوف كل الفيديوهات الجديدة، ومنساش تفرج على الموسم الاول عشان مهم جدا تتابع كل حاجة احنا بنقولها في الموسم الاول وفي الموسم الثاني من تعلم الانجليزية من الصفر مع احمد حسن، واشوفك الحلقة اللي جاية.